يعني ما تعانيه المحافظات الأخرى هي مشكلة الفساد، يعني هي اللي دمرت هذه المحافظات. يعني هي طبعا بعد 2003، اما ما قبل 2003 خلينا نتكلم وانا رجل من اهل البصره حقيقه، يعني الحروب اللي مضى بها العراق مع ايران في السنوات اعدمت ان صح التعبير الملايين من النخيل، بالاضافه الى انه الاشكاله في اشكال المياه والملوحه قضت على المناطق الخضراء، فضلا على انه هناك تجاوزات من قبل الحكومات المحليه على المناطق الخضراء، فضلا على التجربه الايجابيه في اقليم كردستان، يحافظون حقيقه على 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 البيئه، يعني بيئه كردستان لا زالت موجوده بها هذه الطبيعه الخضراء، رغم ان جسور ال 100 وال 120 وال 150 وما شابه ذلك لم يتم التجاوز على المناطق الخضراء اللي هي اساس حقيقه السياحه. اليوم ابناء الجنوب الوسط عندما يذهبون الى الاقليم يذهبون لاجل السياحه لهذه المناطق الخضراء والجبل وما شابه ذلك. فالطبيعه في كردستان لم تمس حقيقه، بل اسندت بكثير من الشوارع والبنيه التحتيه، ومثل ما ذكر احد المتكلمين على موضوع احنا نسميها الضوابط المروريه، حقيقه نقطه ايجابيه. اليوم الانسان عندما يذهب الى كردستان يرى النظام، يرى المناطق الخضراء، يرى الامان، وهذه نقطه كلش حساسه. ولهذا صراحه اليوم كثير من البنيه التحتيه تدعم البنيه او البيئه الطبيعيه التي لم تمس، وهذه تعتبر من الذكاء في التخطيط. اليوم انا مو على اساس بناء بناء بنايه او بناء او شارع او مجسر اضرب البيئه الطبيعيه اللي هي اساسها حقيقه هذه المناطق. ولهذا صراحه الاسلوب اللي تم اعتماده في تطوير البنيه التحتيه والبيئه السياحيه في كردستان كانت خطه ناجحه، واساسها تم اصبحت بيئه جاده.